بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة بركة وسلام لكم جميعا من إلهنا العظيم القدوس الحي الأبدي. معاكم سرية. أنا شفت المسيح كتير وشفت قديسين كتير. الحقيقة المسيح هو اللي قال لي إن أنا أتكلم معاكم على الإنترنت. أنا بدأت أحكي معاكم كتير على الإنترنت، والنهاردة الجزء 30 عايزة أتكلم معاكم مين هي الملكة ومتى تصبح النفس البشرية ملكة للاتحاد مع الملك المسيح. أنا عايزة الأول أدي تعليق على الرؤية الأخيرة في الجزء 28، وبعد كده هنجاوب على سؤال الملكة. عايزة أقول دايما في سماء مفتوحة في انتظارك في كل الأوقات، وفي وقت الضيقات وفي وقت الموجهات، في وقت الظلام ومهما كان الزمان والمكان. السماء المفتوحة فيها الأمان والضمان، فيها أب مستنيك يخبيك في الأحضان في وقت الحرب وفي وقت السلام. المسيح على الصليب حاسس بألمك وفاتح ليك حضنه. من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الإنسان. ثبت عينيك على السماء، ثبت فكرك في المسيح، ثبت قلبك في الأقداس مش في الأحداث. لا تخافوا ولا ترهبوا من أي شيء مهما كان. قدموا رب الجنود، سبحوه وزيدوه علوا إلى الأبد رحمته، لأنه أمين وعادل ورحيم، وهو معنا مش علينا. نخافه هو، نرهبه هو. تمسكوا بالوعود، بالكلمة، بالعهد في كل الأوقات. ما تسمحش لحد يشككك في أبوك السماوي ومحبته ورحمته وأمانته. هو قادر يحفظك ويرفعك ويفتح في البحر طريق ويمشيك عليه، تدوس رؤوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أنت يا الله ولينا وملكنا، أنت الحبيب والطبيب والأب الحنون على أولاده. دايما أطلب وجه ربنا، خليه هو في المواجهة زي ينتهرك الرب اللي احنا استعملناها زي الملاك ميخائيل، لأن دي بداية الاتحاد بالمسيح عشان يبدأ هو يشتغل بيك ومعاك. ودي كانت أول خطوة في تجهيز الملكة العروس للاتحاد بالملك المحبوب، هنشوفها دلوقتي. لما شفت السماء وشفت المسيح والسماء بتتفتح والمسيح والقديسين والملائكة خارجين منها، من بعيد أنا شفت كل القديسين شكل المسيح لدرجة إنك ما تقدرش تفرق بينهم. ولما قربوا ظهرت صورتهم وعرفت كتير منهم، بس ما كنتش عارفة الأنبا بولا الطموهي. عشان كده أنا سألت ده مين، فواحد من الملائكة قال لي أنا الأنبا بولا الطموهي، وإني رجع لصورة المسيح، وهو ومجموعة من الملائكة والقديسين راحوا مصر، وهقول لكم المرة الجاية ليه. شوفوا ربنا بيشكل فينا إزاي لما نقبل هذا التشكيل والتغيير والنمو. الموضوع مش إني أرجع لصورة آدم الأول بس، لأ، لازم أرجع لصورة آدم الثاني اللي هو المسيح، والمسيح يعني الملك، يعني هما كمان أصبحوا ملوك لأنهم في المسيح والمسيح فيهم. وإحنا كمان عايزين نبقى ملوك، المسيح فينا وإحنا فيه. المنظر ده بالنسبة ليا كان عجيب قوي، لما تشوف المسيح في السنتر يعني في الوسط والقديسين حواليه وشكله وحواليهم ملايكة ربوات رواوات وكلهم منورين. المنظر فوق الرائع، فعلا يسبي القلوب، وتلاقي عينيك ثابتة على هذا الجمال والبهاء والجلال، وتلاقي التسبيح خارج من قلبك تلقائيا، ونسيت الرجل الحديد اللي ضربت الأرض، ونسيت نفسي تماما قدام الجاذبية الإلهية السماوية. وده يخليني أفكركم بجزء كوكب الصبح الجزء 10، لأن دي كانت البداية. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. المسيح بكر وسط إخوة كثيرين، وده تجهيزك للميراث السماوي في المسيح والاتحاد به، ودي هنشوفها كمان دلوقتي. عايزة أفكركم كمان بحجر الجمشت في اليوم السابع في الكنيسة السابعة في سفر الرؤيا، وهو كمان اليوم السابع بالنسبة لمراحل روح الإنسان، و12 بالنسبة للنفس كان في الجزء 2 وجزء 7 في الرسالة. وإن حجر الجمشت هو حجر الجاذبية السماوية، وده كان في جزء القوة روح القوة في الجزء 14.
لكن في الرؤية اللي احنا شفناها في الجزء 28 كمان فيه الوقوف في الثغرة، يعني إعلان الحق في وجه الباطل، إعلان النور وسط الظلمة، إعلان الأمان قدام الخوف، إعلان الحياة قدام الموت. استدعاء الحق والنور والأمان والحياة للحضور. إزاي؟ بالتسبيح بكل الكيان وتنسى نفسك تماما. ولو نسيت نفسك هتلاقي إنك نسيت الظلمة والحزن والموت والخوف والزمن تلقائيا، وهتلاقي الأبدية وهي خارجة ليك بجيوشها السماوية. لما بنرفع عيوننا لفوق للسماء بنشوف ربنا عالي قوي أعلى منها، ساعتها نلاقي نفسنا تشتهي الحرية، نطلب عمل روح الله القدوس إنه يطير وينطلق بينا للأحضان الإلهية. لو قلبك كمان قص أقداس وفكرك مدرك جواك، هتلاقي الأحضان الأبوية الإلهية كمان تنطلق لينا، نفرح بيه ويفرح بينا. ولما ننظر بعد كده للأرض الواسعة قوي دي هنلاقيها ضيقة قوي قدام اتساع قلب ربنا لينا، لأنه بيضم كل البشرية من آدم لحد آخر الدهور بحب من غير حدود. ننظر للمحيطات نستخفي بيها أمام لجة محبة الله الفائقة، تلاقي قلبك كمان واسع قوي احتمال الناس كلهم، وتلاقي إنك نفسك تعرفهم ويشوفوا هذا الجمال والبهاء والجلال والمحبة الإلهية الفائقة المعرفة. قد إيه ربنا جميل، إحنا بنجري وراه ورا محبته عشان نتعلم وننمو ونتغير ونقرب لعمق هذه المحبة الفائقة المعرفة، ونسعى لألا ندرك الذي أدركنا. إحنا بنحاول وبنتحرك في اتجاهه لحد ما هو يحركنا بروحه القدوس ويدركنا لكي ندرك. هي حياة روحية بحب وإرادة وإدراك، يعني فهم مستمر في المسيح يسوع، وبعمل الروح القدس فينا يحملنا لحضن الآب ببهائه وجماله وجلاله ومجده ومحبته وأمانته في طول وعرض وعمق وارتفاع معاه وبلا حدود لنمتلئ بيه. هو الغير محدود اللي اختار أن يسكن فينا ويمشي معنا، هو يشرق بنوره جوانا يوم بعد يوم ويزيد باستمرار فيك ومعاك، والبار بالإيمان يحيا. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت، أنت الإله الحقيقي وحدك. النفس البشرية هي الملكة اللي بتتحد بالملك المسيح. إزاي؟ إزاي نفسي تبقى ملكة؟ وكيف أجهز لهذا الاتحاد؟ تعال نشوف الملك المحبوب وزوجاته في تأمل خاص جدا ملوش علاقة بكل الأحداث اللي حصلت تاريخيا على الأرض. أنا هاخد تأمل روحي تماما من معاني الأسماء، وكان ربنا عايز يوصل الناس دي لإيه؟ يعني القصد الإلهي من الناس دي، ده بالرغم من إن هم ما فهموش كان المفروض يوصلوا لإيه بكل أسف. وبالرغم من أخطاء البشر ربنا بيستمر في شرح مقاصده الحقيقية اللي هو عايزنا نفهمها بينا مع داود وزوجاته. أسماء زوجات داود هقول التمانية، لأن التسعة كانت عبدة، هما الملكة اللي ربنا عايزها. وليه بالذات بتشبع اللي لازم يجي منها الملك سليمان مش حد تاني من الزوجات؟ بقول تاني، ما لناش دعوة بداود، أنا عايزة حالة روحية فقط. المسيح هو الملك الحقيقي المحبوب، والتأمل في أسماء زوجات داود ومعانيها الروحية للوصول مين الملك العروس المحبوبة، يعني النفس البشرية في تأمل خاص بينا. واحد، ميكال، أي من مثل الله زي اسم رئيس الملائكة ميكائيل، بنت شاول أي المستعار، حاول يجوزها لفلطي ابن الملك لايش بالرغم ان هي كانت متجوزة داود، يعني يهوى هو المنقذ من فلطي أي الأسد الملتمس أن يبتلعني. لازم أترك وأنفصل عن الملك المستعار في كرمة إبليس للارتباط بالملك الحقيقي اللي ينقذني من الأسد الزائر الملتمس أن يبتلعني. إعلان ان مفيش حد زي ربنا قادر على الأسد غيره، هو اتحاد الجزاء بعد الانفصال عن الملك المستعار حتى وإن كان مختار من الله وهو شاول وهو أبي الأرض، لأن ده الأساس لبداية بناء جديد واتحاد جديد وعهد جديد. يعني انسي شعبك وبيت أبيك شاول، هو اتحاد عهد جديد، كان جزاء لداود بعد انتصاره على جولياط يعني العراف العظيم
وأنفي من حياتي باسم الملك العظيم وبداية عهد جديد. ارجعي لمحبتك الأولى يا ميكال وقولي ما فيش زيك يا رب، وانفصلي وانسي كل ملك مستعار وتمسكي بالملك الحقيقي وابدأي معاه في عهد جديد. 2. أخي نعم اليزرعيلية، يعني أخي فيه النعمة والفرح من يزرعيل، يعني مزروع من الله، يعني أخويا اللي فيه النعمة والحق هو عطية من الله، فداني وخلصني من العبودية وفرحني ورفع عني عاري ورجعني مكاني لصورة آدم الأولى في شركة صليبه وألامه. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. جلس في يمين العرش، اتحد انت به في الألام لتجلس في يمين العرش. احيا في المسيح والمسيح يحيا فيك، وما أحياه الآن أحيا في الإيمان. عايزين اللي يعمله الابن هو إعلان للي عايزه الاب، مش اللي احنا عايزينه. أموت معاه وأحيا معاه وأعلن مشيئته في اتحاد الميراث. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. 2 دي أخي نعم اليزرعية، يعني أخي ابن الإنسان بالنعمة والحق فداني واتحد بي على الصليب ونزع عاري ورجع لي ميراثي، هو البكر بين إخوة كثيرين، هنا اتحاد الميراث. ابنها البكر أمون، يعني أمين أو ماهر. الله أمين وفداك وخلصك، بس خليك أنت كمان أمين معاه. حافظ على إكليل الحياة من الشيطان اللي عايز يسرق حياتك، وهو مكانك في الملك المسيح. خليك ماهر وصاحي في الطريق، أنت في المسيح وهو فيك. اتحرك، احفظ كلامه وصاياه. الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، أحبه أنا وأبي وأظهر له ذاتي. 3 أبيجايل. أبيجايل التي كانت لنابال الكرملي، يعني فرحة أبيها، اتصفت بالحكمة المتواضعة والفهمة التي كانت زوجة للغبي الجاهل نابال الموجود في الكرمل، الحقل المثمر بالأنبياء. العجيب أن الرجل ده يعيش جاهل في حقل الأنبياء. هي انفصلت عن الإنسان العتيق الجاهل والغبي نابال، ومن الحكمة أن ألقي بنفسي بغباء على الروح القدس، أتحد بيه بالتضاع وأثق فيه. هنا اتحاد الرأس بالجسد. اقتني الحكمة، اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، لا تتركها فتحفظك، احببها فتصونك. الحكمة هي الرأس، اقتني الحكمة بكل مقتناك، اقتني الفهم، ارفعها فتعليك، تمجدك إذا اعتنقتها، تغطي رأسك، إكليل نعمة، تاج جمال تمنحك. وهنا عايز أركز بالذات على الحكمة هي الرأس، تغطي رأسك بإكليل نعمة وتاج جمال تمنحك. أبيجايل هنا فرحة الأب أصل الحكمة بعمل الروح القدس، روح الحكمة والفهم، اتحاد الرأس بالجسد. اسم ابنها البكري كان كالي أب، أي رداء الأب، مسندة الأب، كمال الأب. لما يكون اتحاد الرأس المسيح والجسد أنت، سنتنال رداء ومسندة وكمال الأب، هيغطيك بالنعمة والحق والجمال. ولما تتحرك وتنفذ وصاياه الرأس بمهارة اللي انت فيه وهو فيك. الحق أقول لكم، من يؤمن بي الأعمال اللي أنا هعملها هيعملها وهيعمل أعظم منها. معك 4 ابنة تلماي ملك جشور. معك يعني ظلم، انخفاض، ضغط. ابنة تلماي يعني كبير، من جشور أي الجسر والعبور. هنا لازم أعبر من الأرض للسماء، من ذاتي اللي أنا حاسة دايما بالظلم بالرغم من انخفاضها الحقيقي بدون الله. فاكرة أني بنتي الكبير وأنا الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. أصمر الذات المنخفضة وأرتفع مع ابن الله، لأن الكبير الحقيقي هو الله. اعترفي بضعفك، تمسكي بابن الله، أعبري من الذات، أعبري من الأرضيات للسماويات. معك ابنة تلماي ملك جشور، اعترفي بضعفك وأعبري مع ابن الله. ابن معك البكري كان اسمه أبشالوم، يعني سلام الآب. مش هنعرف سلام الآب إلا بعد العبور والوصول بسلام، لأن الله هيديني سلام في العمل والحركة، هيديني انتصار مهما كانت الحروب، أنا عايش في سلام
ومهما كانت الظروف أنا مطمن وفي أمان، ارتفع داخليا عن كل شيء بدل ما أنا عايش في انخفاض مستمر. تنازل عن نفسك شوية، تنازل عن الأرضيات، ده أنا الكسبان. 5 حجيس، أي عيد وفرح وسطحية، هو عيد. يوم عيد يوم الارتفاع للسماويات، يوم فرح وابتهاج وسلام مع ابن الله، لكن ما زالت العلاقة بالثالوث سطحية بدون أعماق، لكن فرحان بيه وبسلامه. أخدت صورة المسيح والروح القدس الساكن فيا بيتحرك ويديني قوة ليرفعني لأبي، يثبتني كغصن في الكرمة. يثبتني حجيس، انغرسي في الكرمة، ادخلي للأعماق، امسكي بقوة في الله، افرحي بالرب، احمديه واشكريه على هذا الاتحاد، اتحاد الكرمة والأغصان. ابن حجيس أدونيا، حجيس يعني الفرح، وأدونيا سيدي يهوى، سيدي وإلهي هو الله. أنا في المسيح وهو فيا، والأب أصبح قريب، هو أبي وإلهي، وبالروح القدس عايش الفرح والسلام والثقة والرجاء بسيدي وإلهي، معترفا بإيماني عايش على الرجاء، وعصير الكرمة بيجري في عروقي بعمق جديد. انتهت الجاذبية الأرضية وعصير الكرمة الأرضية. أبي طال 6، أي أبي طل وندى، أبي طل عليا، شايفني فرحان بيا، بنمو في الكرمة الإلهية، أي أنعم عليا بالندى والبركة عشان أنمو أكتر. استقبلي أيتها النفس البشرية سخاء وجود الآب هو اتحادك بابنه، ثقي في بركات الآب، ثبتي قلبك على مخافته، وفي نفس الوقت ثقي في نعمته الإلهية وسخائه. الله يزيدنا بالبركة مع يوسف، وقديم الشكر والحمد، فالبركة الحقيقية هو الاتحاد بالابن في النعمة والحق، وشركة الروح القدس يثبتك للوصول لحضن الاب. أبي طال، أبي أصل البركة في الكرمة الحقيقية، الثبات والخلود واستقبال سخاء وبركات الأب والإثمار من اتحاد الكرمة والإخصان للإثمار، اتحاد البركة والرضا. ابن أبي طال شفطية، أي يوقع القضاء، القضاء على مجمع إبليس من حياتك بالكامل، تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، فاكرين سر الغلبة والنصرة؟ وفيها الله يثبتك في الكرمة وينهي وتنتهي من حياتك كل أعماق الظلمة، فيبارك أعمالك في الابن بالروح القدس، يثبت إيمانك فيما لا يرى، حتى لو إنك شايف أحزان وضيقات، لكن في أفراح واتساع وسما في انتظارنا. صدقوني يا أولاد، ثبت إيمانك فيما لا يرى، حتى لو أنت شايف أحزان وضيقات، مهما كانت الأتعاب، ركز على السما، هتلاقي في أفراح واتساع سماوي، هتلاقي المسيح فاتح لنا الأحضان ودايما منتظرنا. والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. عايز كلمات فمي وأفكار قلبي تكون مرضية أمامك يا رب في كل حين، عايز خطوات أقدامي ماشية معاه، دوافعي كل الكيان فيه، وأفعل كل حين كل حين كل حين، عايز أعمل يا رب ما يرضيك. آمين. 7، عجلة، أي الدائري أو المركبة، أي الارتفاع دائريا للسماء في عجلات ومركبات سماوية بالجاذبية السماوية، مش بعملي، ده بالنعمة، بنعمة ربنا اللي تيجي تلقائيا ويثبتك في الحق. السماء فيها حركة لمركبات نورانية دائرية مستمرة، ومع عجلة خلي قلبك اللي فيه حركة مستمر يتحد معاهم بالروح القدس، سبح وقل له علمني أن أسبح. ربنا دايما بيحب يشجعنا، مش بيحب يحبطنا، ومهما كانت الظروف والأحداث حواليك غيرها معاه، والبار بالإيمان يحيى، اتحد، هذا اتحاد النور والنار بالمركبات النورانية النارية. عجلة، علي فقط قبول الجاذبية السماوية وعمل الله فيا وبيا لانطلاق مني بتشبع منها اتحاد الجاذبية السماوية،
اتحاد نور ونار. ابنها البكر كان اسمه يسر عام. أي بقية الشعب، فاكرين الكنيسة السبعة في سفر الرؤيا وحقوق الشعب؟ لكن فيه بقية قليلة هنا، هتلاقي باب السماء والدخول لقدس الأقداس والارتفاع لصهيون، الحصن جبل الرب. أنا ماليش أي حق عند ربنا، هو ينعم علي بهبات وعطايا، هو يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. ألاحظ كل الأولاد اللي اتولدوا دول كانوا أبكار واتولدوا لداود في حبرون، وحبرون معناها الارتباط أو الاتحاد. 8. بالشبع امرأة أورية الحثي، اسم عبري معناه ابنة القسم، ابنة اليوم السابع. أبيها الأرضي ألي عام، أي إله الشعب، فاكرين حقوق الشعب؟ وهي امرأة أورية الحثي. أورية نور ونار، يهوى يعني الرؤية، بس بكل أسف هنا الرؤية الحثية، لأنه حسي من الحسيين المستوطنين في الجسد، يعني بيستعمل الرؤية في موضع غير موضعها، وهي ابنة العهد بالمراحم الأبدية. هي ابنة اليوم السابع في المرحلة السابعة، هي كانت الكنيسة السابعة، ابنة العهد الجزء السابع، ابنة العهد بالمراحم الأبدية الصدقة والمحبة القوية. لذلك كانت تستحمل وتنظف نفسها ومش عارفة، لكنها معترفة: أنا الشقي البائس الفقير الأعمى العريان، بدون ستر الله بدم الملك المصلوب اللي أخلى نفسه أخذا صورة العبد صائر في شبه الناس، وضع نفسه وأطاح حتى الموت موت الصليب. أنت عريان ليرفع عني العار ويغطيني بدمه، وأي محبة كانت على الصليب. هنا اتحاد المحبة، يبحث عن النفس البشرية بكل الطرق. تنادي ابنة اليوم السابع ابنة القسم: حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل، هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من القوى، يوسوس من الشبابيك. عرفت هو ليه كان داود على السطوح؟ كان يوسوس من الشبابيك. وينادي الملك المحبوب: افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. جريت بتشبع وفتحت الباب للملك فورا مناديا: أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبسي، فلا يظهر خزي عريتك، كحل عينيك بكحل لكي تبصر. أبصر إيه؟ المسيح هو الملك الحقيقي. فتدخل ابنة اليوم السابع قدس الأقداس، وهي التمنة من الزوجات، بعد أن يساعدها الملك عن الانفصال عن الاستيطان في الجسد الحثي، للاتحاد بالملك السماوي في العرش والوقوف في صهيون مع ملك السلام سليمان ملك السلام، الذي يتحد بالنفوس من كل الأمم والشعوب والقبائل الآتيين من الأربع جهات من الأرض، وكان له الاتحاد بألف زوجة، وهو كمان الاتحاد بكل النفوس البشرية الباحثة عنه في كل مكان وزمان من آدم إلى آخر الدهور. كرمي الذي لي هو أمامي، الألف لك يا سليمان ومئتان لنواطر الثمر. ويقول سليمان للعروس: أيتها الجالسة في الجنات، الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني، فلنسمع صوت الحبيب ونحدث عنه. إن الكرم إنما هو كرم المسيح، هو الذي يعمل فيه خلال الكرامين. إن الكرم ليس كرمها، بل هو كرم سليمان الحقيقي، فأننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. ويقول ملك السلام: كرمي الذي لي هو أمامي، يحرسه بنفسه ليلا ونهارا، ولا يبخل عليه بشيء، ولا يبخل عليه بشيء. وينادي العروس: صوت حبك لم يعد مكتوما، بل يسمعه الذين على الأرض، كما يفرح به السمائيون. والآن تعالي إلي لكي أسمع صوتك العمل المفرح على جبل الأطياب. اهرب يا حبيبي وكن كالظبي أو كغفر الأيائل على جبال الأطياب، جبال الألام وأطياب الجسد المدفون في قبر المسيح الملك. استموت معه كل يوم لكي تحيا معه إلى الأبد، للانطلاق بحصاد جديد. يلا بينا بقى نرجع لزوجات داود. 9.
أبيشج الشونمية، اسم أبيشج هو أبي فوق وأعلى، أو أبي يزأر، أو أبي يضل الطريق. شونمية مكان للراحة مضاعف. لا تضل الطريق يا من شبع، وأنت الملكة لا مقارنة مع العبد اللي جواكي. انسي العبد أبيشج. من هنا بسرعة ثبتي عينيك على الآب العالي والمرتفع لترتفعي معه. اسمعي صوته وهو يزأر كالأسد. كفاك نوما، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ميراثك هو يسوع المسيح، اتحادك بالابن الملك. أنت مش عبد، ويزأر الروح فيك للآب في الأعالي يا أبا الآب. ميراثنا هو اتحادنا بالابن الملك، ونزأر بالروح يا أبا الآب. فكل ابن لليوم السابع يحتاج أن تحتضن الحكمة العلوية النازلة من السماء، تنزع عنه كل برود روحي، وتهبه قلبا ملتهبا بنار الحب الإلهي. وفي الكنيسة السبعة في سفر الرؤيا، أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا. أنت محتاج أن تكحل عينيك بالروح لتبصر. العبور هنا يجب أن يكون سريع لقدس الأقداس. لهذا يزأر الأسد بالروح القدس الناري بثقة وإيمان، لا تضل الطريق. فكل ابن لا تضل الطريق، لأن هنا في العبور، العبور من داود لسليمان. حتى في العهد الجديد تلاحظوا المسيح كمان لما صعد، التلاميذ ضلوا الطريق ورجعوا للصيد تاني وقالوا تركنا وصعد. القديس جيروم بيحدثنا في المكان ده، هو حدثنا موضحا ان هذه الحكمة العلوية تهب دفئا عوض البرودة، وهو دفئ النار اللي جاء السيد المسيح ليلقيها. ألقاها في تلميذيه اللذين كان في الطريق الى عمواس، فقال ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا كتب؟ هكذا من يلتصق بالحكمة يحول الروح القدس النهري ويهب الحكمة حياته الى دفئ. المشكلة احنا اللي بنضل الطريق هنا من لقدس الأقداس لجبل الرب لمدينة السلام، مش عارفين نكمل الطريق مع ربنا، أو بنفتكر إن في اليوم السابع مع ابنة القسم إن الطريق انتهى، لكن لسه في طريق بالرؤية بالجاذبية السماوية للنفس البشرية. هنا أنا بضل الطريق عن أبويا، ولازم أعرف إني لازم أتحرك بسرعة لصهيون ومدينة السلام لأبويا الحقيقي ملك السلام، مش أنام في الخط. أبيشك كانت من سبط يساكر، يعني الاحتمال والجزاء. في سفر الملوك عندما جاء الأسباط ليسلموا الملك الملك لداود كانوا بالألاف من كل سبط، لكن من بني يساكر الخبيرين بالأوقات لمعرفة ما يعمل إسرائيل رؤوسهم 200، وكانوا إخواتهم تحت أمرهم، يعني العددهم كان قليل 200، وكانوا كل الأسباط التانية بتروح بالألاف. دول اللي بيميزوا الأوقات، دول قليلين، نسميهم بقية قليلة يمثلوا الرؤية وحياة التمييز. عددهم قليل جدا الذين يجدوا هذا الطريق للاتحاد بالملك وتكملة الطريق بالخضوع الكامل. يساكر كان يمثل بالأتان والجحش ابن الأتان اللي قبل إن يسوع يركب عليه للدخول لأورشليم، وقال يسوع إن الرب محتاج إليه. بس هنا كمان كمال الخضوع والطاعة الكاملة والاحتمال الكامل. هو الإنسان الذي ارتاح الرب عليه، قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك آتي. هنا لازم أميز الطريق ولا أضل، أنتظر خضع وطيع لصوت الملك في سجود وخشوع وعبادة. ما بصلوش على إن هو الإله الديان المرهب، أشوفه دايما أب، لكن أب بحبه وأخافه. في سفر الملوك الأول واحد دخلت بتشبع للملك للمخدع، وكان الملك قد شيخ جدا، وكانت أبيشج الشونمية تخدم الملك. خرت بتشبع وسجدت للملك وقال داود لها، فحلف الملك وقال حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة، إنه كما حلفت أي أقسمت لك بالرب إله إسرائيل قائلا إن سليمان هو اللي هيملك بعديكي، هو يجلس عوضا عني، كذلك أفعل هذا اليوم. خرت بتشبع على وجهها إلى الأرض وسجدت للملك وقالت ليحيى سيد الملك داود إلى أبد، لأن الذي أقسم قادر على التنفيذ. هنا السجود حتى الأرض، التهليل والفرح بعبادة لحد الأرض. هنا درجة الكهنة في العرش، هنا درجات السروفيم والشاروبيم والكاروبيم.
الكائنات الغير متجسدة هنا درجات التسبيح للآب بكل الكيان بالأربعة وجوه، الإنسان ذوي الستة أجنحة. الطور الجسد خاضع بالتمام، شوف الصور اللي قدامك، الإنسان يحلق خاضعا للملك السماوي. الروح كالنسر مغرد للأب منطلق حر. النفس منضبطة صفية خاضعة بالكامل في الأسد. في كمان ملاحظة مهمة قوي في الجزء ده، في وقت بيختفي الآب، تختفي النعمة، ساعتها أظن إن أبي ضل الطريق عني وتركني، لازم أخد بالي وانتظر مش أبحث عن غيره، أشوف لما أنا مقصر في إيه وأنا لازم أزود احتمالي وأصرخ إليه لمعونتي، أبحث عن مشيئته وقصد الله من اختفائه عني، زي مثلا على الصليب لما الابن نادى الآب وقال له إلهي إلهي لماذا تركتني. بالنسبة لي أبحث إني لازم أنطلق من داود لسليمان، يعني أنمو أكتر وأكون فاهم. دايما في انتقال من درجة لدرجة، من الابن للروح القدس، للملك المحبوب في صهيون، لملك السلام في أورشليم، لحضن الآب في أورشليم السماوية. وإن لازم اختفاء واحد لظهور الآخر، زي اختفاء داود لظهور سليمان، مع أن سليمان بيحكم فيه قبل ما داود كمان بيموت. لازم أخد بالي كويس قوي من النقطة دي لأنها مهمة جدا في كل مراحلك أنت بتمشي مع الثالوث القدوس، كل واحد بعد التاني في شخصيات مختلفة لحد ما تكون الاتحاد الكامل اللي هو غصن مجدول بقوة مع الثالوث القدوس. هي دي صورة مبسطة لنمو الملك العروس داخل النفس البشرية وشروط الاتحاد. واحد، اعترف ما فيش حد زي ربنا مع ميكال واتحاد الجزاء والعهد الجديد. اتنين، افرح باخويا هو فدية سر النعمة والفرح مع اخي نوعم، واكون امين معاه واعمل بمهارة، وده اتحاد الميراث. تلاتة، عايز ابويا اصل روح الحكمة والفهم مع ابي جايل والاتحاد بروح الحكمة والفهم، ومع كلا اب يسندك الاب ويملك بالنعمة والحق، وهنا اتحاد الرأس والجسد. أربعة، معك أعبر الذات أساس كل الضغوط والانخفاض اللي في حياتي، أعترف بضعفي، تنازلي عن الذات للاتحاد بابن الله يملك الله بالسلام، اتحد بروح القوة. افرح وأعيد مع حجيس بالخروج من الذات، دي خمسة، وأعترف وأحمد الآب سيدي وإلهي، وهنا في اتحاد الكرمة والأخصام. ستة، يباركني أبي مع أبي طال ويثبتني وتثمر الأخصان ودوس الحياة والعقارب بكل قوة العدو ومع شفطية، وأعمل كل حين ما يرضي الله، اتحاد البركة والرضا. يرفعني للسماء مع عجلة بمركبات الجاذبية السماوية، يديني هبات وعطايا من نعمته ومليش حق عنده مع يسرعان، اتحاد الجاذبية السماوية، الاتحاد مع النور والنار. تمانية، تجهز العروش بتشبع ابنة العهد الجديد والقسم، ابنة اليوم السابع في اتحاد المحبة. يختفي الملك داود في تسعة ويظهر سليمان مع أبيشج مع الحكمة العلوية، وتسجد بتشبع خاضع حتى الأرض ناسية العبودية كملك على جبل صهيون، فيملك ملك السلام ونلاقي مدينة السلام كلها جواك. على فكرة الصلاة وإحنا متحدين بالابن الملك، ناطقين بالروح القدس، صارخين يا أبا الإب، دي الصلاة الحقيقية. خلي عيون كل الكيان في الابن متثبتة في اتجاه الآب، ناطقة بالتسبيح بالروح القدس من القلب، هي دي الصلاة اللي هتفتح السماء وتلاقي كل الجيوش خارجة ليك. أحبك يا رب يا قوتي، اسمحوا لي أرفعك وسبحك أباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إله العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك ومن كرامتك، لك الملك، لك القوة، لك المجد، لك البركة، لك العزة، لك يا رب كل كرامة وكل سلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لك يا رب كل شيء يا إلهي العظيم القدوس الأبدي
آمين. أشوفكم بنعمة ربنا المرة الجاية.